محطتنا الأولى ليا رح نتطرق فيها لموضوع الألعاب الإلكترونية وتأثيراتها على مختلف الفئات العمرية من الطفولة وحتى سن الشباب، الأثر الاجتماعي اللي عم تنجم عن هالألعاب وكيف فينا نتعامل مع أمور رح نتحدث فيها مع الأخصائية الاجتماعية رندا علي دي. بيسعد صباحك وأهلا صباح وسهلا الخير. فيكي. صباح الخير. صباح الخير رندا وأهلا وسهلا فيكي. صباح الخير. يعني بأيام العيد وبختام عام هلأ بتكتر الهدايا وخاصة الهدايا الإلكترونية، يعني فخلينا نحكي عن مساوئ التكنولوجيا بإيد الأطفال ومحاسنها بنفس الوقت. هلا ما في شيء اكيد ما له وجهين ايجابي وسلبي، بس للاسف هذا النوع من التطور عم بيكون الجانب السلبي اكثر، خصوصي لما بيكون بيصير في خلط عند الاهل انه شيء بتقول لك واو انا شو ابني ذكي بيعرف بلمسة واحدة يفوت على لعبة يلعب فيها وبيقعد ساعتين ثلاثة وبيستمتع فهو مو مقياس ابدا لذكاء الطفل ولا له مقياس ابدا لانتباهه، بالعكس هو مؤشر اساسي لانه انا طفلي عم بيتجه باتجاه مشاكل بالانتباه والذاكره وتزيد التشتت عنده بحكم الحجم الكبير من المسيرات البصريه والصوتيه اللي عم بتفوت بشكل عشوائي للدماغ. لهيك فعلا هي لها مضار كثير كبيره، وما يعني ما فينا نقول بس للاطفال، حتى نحن لما بيكون في عنا خصوصي اللي بيكون شغلهم بيتطلب اكثر قاعده جنب اجهزه الكترونيه بتلاقيهم دائما بيزيد قلقهم، نسيان عندهم بيصير ازواد، توترهم اعلى، تشتتهم اكثر. هذا عن جد بيترافق بشكل اساسي مع هذا النوع من الالعاب، خصوصي انه عم بيكون هو مجاله اكثر للدعايه وللتسويق لما انا بدي روج لعبه معينه او روج تطبيق معين، فبكون كثير التركيز الاكبر على هذا الجانب اللي بحس حاله الشخص انه خلص انا ادمنت، ما بقدر ما كل يوم امسك موبايلي ساعتين ثلاثه متواصلين. صحيح. هذا ما فينا ننسى الجانب النفسي الاساسي انه انا عم بكون متخبيه ورا شاشه صغيره عم بادي كل واجباتي اللي انا متهيئه لي انه هي كافيه لانه انا اكون مرتاحه انه انا عم بقدم شيء بالمقابل بدون اي حركه، فكمان هذا كله بنروح باتجاه السمنه، بنروح باتجاهات ثانيه كثير. اكيد رندا، يعني دائما الاولاد هن وصغار هلا بوجود الموبايلات والالعاب مثل ما قلنا عليها وحتى الانيميشن، الاهل بحطوا لهم شيء على الموبايل وانه بس يسكتوا خلص انه بتصير عاده انه بيسكتوا اولادهم فيها بيلهوهم فيها، وهذا الشيء كثير غلط، عم بياثر على النطق، عم بياثر على تشتت الانتباه، فرط الحركه، ويمكن اجتك كثير حالات كمان تماما. من هذا الشيء خلينا نحكي عن هذا الجانب قد ايه غلط بهذا العمر، وخاصة لما ببلش إدمان صير الولد يبكي حتى بيسكت بس لما تحطي له هي قصص. تمام. هلأ هيك كل فعلا كل الحالات هلأ عم نشوفها عن جد بدون استثناء عم بتكون الأساس فيها هو البرامج، الألعاب، الكرتون، اليوتيوب، كل هدول اللي عم بيكون خصوصي اللي بيستخدم ريتم معين بلفظ الكلمات أو بالحديث أثناء ما يكون طالع مشهد أو شيء، فعلا بالصدق هذا عم بيكون الأساسي لوجود اضطرابات بالتواصل اللي ما رح نقول توحد، رح نقول بهذا الاتجاه، خصوصي لما بيكون على عمر مبكر. بتجي بتقول لك الام طيب انا بدي اعلمه لغه، اوكي لا تخلطي بين صوت وصوره، خلي دائما بدك تعلميه لغه ركزي على الصوت تماما بدون الصوره. في جانب كثير اساسي انه هي بتعلمه كذا لغه بنفس الوقت، هذا كثير خطا، لازم اول شيء اربط له المفهوم الصوره بصوره ذهنيه بدماغه باللغه الام اللي هو بيحكي فيها، بعدين بفوت باللغات الثانيه. دائما انا عندي خلط باغلب الاهل اللي بشوفهم بهذا الموضوع. في لما انا بحط طفل على شاشه ولا بعطيته الموبايل انه خي شوف ما احلاه ورايق وما عم بيعذبني، هي لبعدين حتصير تنادي له ما حيسمع، حتبلش بقى تروح بمشاكل انه ما عم بيسمع عنده مشاكل، هو لا تماما هو راح باتجاه معين من الانتباه اللي هو حيضره لبعدين، ما عاد صار يقدر يخلط بين
الأصوات والصور اللي عم بتكون، لأنه هي لها ريتم وسرعة كتير، هي سريعة لما بتفوت الصور والأصوات لذهن الطفل. بلش هو يخلط بين الواقع والخيال، وهذا حتى بفترة المراهقة كمان في مشكلة كتير كبيرة. وهلأ بلشت هلأ العالم يحس فيها أنه فعلا في عندي مشكلة بالمراهقة، أنه عم بتجه المراهق للعزلة وعم بيبعد عن الواقع اللي قاعد فيه، لأنه صار عنده خلط بين الخيال والواقع. بيبدأ لما بتقلك طيب أوكي أنا ما رح أعطي موبايلي ولا رح أعطي تاب، رح أحطه على كرتون يحضره، حتلاقي بالكرتون أو في عنف أو في في خلط كتير كبير، مثل ما كنا نحن نشوف توم بيفتح الدرج وبيبلعه، فهو تماماً هو كتير بعيد عن الواقع. هذا أكثر أفلام كرتون مشاهد ومتابع ومحبب ومؤذي توم أند جيري، يعني ممنوع تماماً، يعني أبعد ما يمكن عن واقع اللي بيعيشه الطفل. هو اصلا مخصص للمسنين، ما له مخصص للاطفال تماما، هو مخصص لوجود الاشخاص الكبار المسنين، فانا كان يسليهم. ولكن نحن بحكم انه هو صور وكرتون وفي قطه وفي فار، فهو الناس راحت باتجاه انه هو مسلي للاطفال. نعم رندا، خلينا نروح حكي مع بعض مع زميلنا مهند ديبوا، نحضر معه تأثير التكنولوجيا على الأطفال وخاصة لعبة الببجي. خلينا نشوف. نحن هلا موجودين بجامعة دمشق وبدنا نعمل استطلاع رأي عن مدى إقبال الشباب الجامعي على لعبة البوبجي. طبعا هي اللعبة اللي شغلت المجتمع السوري والشباب السوري والعربي والعالمي بشكل عام. خليكم معنا. أنا ما ألعب، هو كان يلعب. كان بوشنكي مبارح، الله وكيلك الساعة 12 بالليل نزلوا على بوشنكي. في حدا ما سمعان فيها؟ والله مبارحة لما كان النت بطيء جنيت تترحموه، لانه صارت مثل سوسه فينا، يعني بدي شيء ست ساعات. هلا اذا سردنا ساعات لوش الصبح. لعبه حلوه كثير لعبه البوبجي، طبعا يعني كلعبه كانت هي افضل العاب لهي السنه، سهله ومرحه وتحس حالك انه بجو واقعي. ايه بلعبها ساعتين ثلاثه يعني مو اكثر من هيك. كثير موت بالببجي، الببجي يعني هي احلى شيء بالحياه صار. لما الحلوه بالببجي، اللعبه حلوه كثير حلوه، بس النت سيء جدا، من 6 ساعات ل 12 ساعه اخذ الوقت كله. كل البلد بيلعبوا ببجي. إلى شهرة وبتسلي وبتضيع وقت وبتنسيك كل شيء. بلعب وجرب بتشوفه انه حلو. نزل بوشنكي ودعي. في ظل اتساع الثورة الرقمية وهيمنتها على هذا العصر، تعيش اللعب الإلكترونية في هذا الوقت ذروة نشاطها، وذلك لكثرة شغف محبيها وربما إدمانهم. ومن بين صدارة تلك اللعب التي شغلت المجتمعات العربية والعالمية معاً، أخذت لعبة الببجي حيزاً واسعاً وإقبالاً كبيراً من قبل مريديها. لعبة الببجي هي اختصار لجملة Player Unknown's Battlegrounds، وتعني ساحات معارك اللاعبين المجهولين، حيث تقوم فكرة اللعبة على جمع 100 لاعب متصلين مباشرة على شبكة الإنترنت، قبل أن يتم رميهم في مظلات على جزيرة تمثل ساحة معركة مفتوحة، ليبدأ كل لاعب بجمع أسلحة متنوعة قبل أن يبدأ القتال فيما بينهم، ليعلن الناجي الأخير منهم هو الفائز. تحدثت العديد من التقارير الصحفية عن مدى انتشار لعبة الببجي وتأثيرها، بعد أن تسببت بحالات طلاق في بعض البلدان، كما تسببت العراك والقتل بين بعض اللاعبين في بلدان أخرى. يرى بعضهم فيها بأنها مجرد لعبة على الشبكة الرقمية لا يتجاوز تأثيرها حدود شاشتها، فيما يرى آخرون بأنها لعبة شديدة الخطورة على الشباب ومجتمعاتهم، بما تستنهض بمريديها من عداوة ترتكز على غريزة البقاء.
يعني شفنا بالتقرير طبعا تأثير الألعاب الإلكترونية وخاصة الببجي اللي هي كتير صارت مثل ما قال مهند يمكن شائعة جدا من المجتمع السوري عم تاخد وقت منافسة. تأثير الألعاب الإلكترونية خلينا نحكي من فئة الأطفال، حكينا على المراهقة، وصلنا لسن الشباب، الشباب اللي عم يدرس، الشباب اللي عم يشتغل، خلينا نحكي عن التأثيرات أيضا عليهم. هلا لما بكون انا مثلا شاب وعندي دراسه جامعيه، عندي بلش انا هلا بده ينفتح لي باب لمستقبل بدي اسسه، بحس في ضغوطات بالحياه كثير كبيره ممكن تكون اكبر من طاقتي، يمكن ما يكون عندي دعم من اهلي او ما عندي من الوسط اللي انا عايش فيه، في ارهاق كثير كبير بحياتي وتعب. فانا بحاول بعد عن هذا الواقع من هالاحباطات وقله هالانجاز اللي عم بعيشها لاتجه بشيء سهل مريح، قاعد بمكان مريحني دافي، ماسك موبايلي اللي ما ممكن انا اي حدا يزعجني او يقول لي اعمل ولا تعمل، مسلي حالي بحالي تماما، عم بقطع وقت اللي بخليني ما اقعد افكر بهي الضغوطات، ونفس الوقت عم بيعطيني شعور بالانجاز انه انا دائما في خطوات عم بتقدم فيها، عم بطلع خطوات 1 2 3 بعكس الواقع اللي انا عايش فيه اللي هو لا اللي هو فاشل بيكون. تماما هو يعتبره فاشل لانه قليل حيلة ما قدر يوصل ليطرق ابواب تانية هي حتما هي قدامه مو قدران يشوفها. لهيك دائما نحن بنحاول نلاقي ابسط طريقه واسهل طريقه لتعطينا الشعور بالسعاده والانجاز بدون ما تكلفنا عناء اي شيء. من هون هي فكره هدول الالعاب، ومن هون فكره كل شيء تطبيقات ممكن نحن ننزلها وتريحنا وتخلينا يعني تبعنا. مو بس يمكن الالعاب الالكترونيه نحكي هلا انه على هذا الوقت، لا من قبل كمان كان في شده، كان في طاوله زهر، كان في تماماً. يعني هدول القصص كمان تماماً. هي نفس الفكره بس هي الكترونيه اوكي يعني. تماما الفرق انه انا لما بدي العب شده او طاوله فانا لازم يكون في شخص كائن حي قاعد قدامي، رفيقي ممكن اتجادل انا وياه، ممكن احكي انا وياه، ممكن انا وعم العب معه اتذكر موقف صار معي واحكي له اياه، هذا صار في جو اجتماعي. هذا هو الفاصل الأساسي بالألعاب الإلكترونية اللي هي بتقلك إنه لا أنا هيك مرتاح، أنا صرت بعزلة، بالعكس أنا عم باخذ هذا الشعور بالإنجاز وبالراحة بعيدا تماما عن المحيط اللي عايش فيه وهي الضغوطات اللي بتبلش، ولو كانت بلشت تصير مريحة فهي حتضغطني، إنه لا أنا مريحني أكثر وجودي بهي الزاوية اللي مريحتني. هون أنا بتوجه للأهل إنه قد ما كبر ابنكم وقد ما حسيتوه معتمد على حاله، دائما نحن في مطبات بحياتنا وهفوات بتخلينا نرجع كذا خطوه لورا، خلينا ندعمهم بشكل غير مباشر، ولو انه انا طلطل عليه انه ليه بلش يقعد كثير لحاله، شو هي اللعبه اللي خصوصي هدول الالعاب مثل ما حكينا تحت الهواء انه هي بتاخذ شقين، انه ممكن انا يكون ضمن فريق وممكن يكون شخص لحالي، ممكن بكبسات زر بسيطة حقق خطوات وحس حالي منتصر، يجيني هي نشوة الشعور بالانتصار وأنا ما عم بعمل شيء، أنا بس عم بكبس زر بموبايلي. هذا الفاصل وهذا الشيء لما الأهل ببلشوا ينتبهوا يحاولوا يعطوا أطفالهم وشبابهم وأولادهم مهمات بسيطة، هن متأكدين ما في حدا ما بيعرف ابنه هو وين واقف، يعطيه خطوات يقدر ينجزها ويعطيه هذا الشعور بالإنجاز بالواقع، خلط بين خياله وواقعه، يحاول دائما يسحبه، وخصوصي بفترة الشباب كتير صعب بيكون بنهم بيمرقوا بفترة تمرد، بفترة تكوين شخصيتهم بيكون صعب النقاش معهم، لازم دائما نوصل لحل نعملهم مجارات وقيادة نجاريهم نمشي معهم بعدين نحطهم بدائرتنا. خاصة لأن يمكن كل الشباب بيحبوا يجربوا كل شيء، وخاصة هلا عصر السرعة، يعني كل شيء بينزل جديد على السوق بدهم يجربوه، إن كان الألعاب الإلكترونية أو كان تطبيقات جديدة، بيحبوا إنه يضلوا على اطلاع. في شباب ممكن إنه ياخذوها بشكل عادي وتمر مرور الكرام بتفاصيل حياتهم، وفي نوع من الإدمان. لما توصل تأثير الألعاب الإلكترونية أو حتى الإنترنت، نحن قلنا قبل بحلقات نحن كلنا مدمنين على الإنترنت صح، شلون ممكن او كيف ممكن انه نقدر فعلا انه نعالج هي الحاله من الادمان؟ هو ملخص كل الكلام بكلمه، هو الفراغ. متى ما انا عبيت الفراغ صار عندي نضج معين
بعدت عن الألعاب الإلكترونية، بعدت عن موبايلي. لما أنا بكون كابني حطيته ضمن فريق كرة قدم ولا سلة ولا إن شاء الله حطيته بالأنشطة اللي هلأ كتير، اللي مثل الروبوتيك، مثل الحساب الذهني، في مثل هنا بيكون مسابقات بسيطة ضمن شيء كتير مسلي وفعلا بيعطي شعور بالإنجاز، وهو مقسم لمستويات متناسب كل الفروق الفردية عند الأطفال والشباب. لما أنا بحطه بهذا المكان معلي، هو بيحب يمسك كتير الموبايلات ويعرف شو في نازل تطبيقات جديدة. أوكي أنا بحطه يتعلم صيانة معلي، مو غلط، إلى جانب علمه ودرسه، يعني ما في إمانع أبدا. نحن دائما منخجل ومنخاف من لما نتوجه اتجاه مهني لأبنائنا. ليش لما نحن نركز على هذا الموضوع؟ متى ما عبيت له وقته صار عنده وقت كامل، هو معبى بطريقة منظمة، صار بعيد عن، ما عاد عنده وقت، وصار عنده نضج بفكر معين خلاه هو أساساً ما يقتنع. في جانب الاجتماعي اللي هو بين الشباب، لما بكون أنا فايتة ضمن مجموعة بس ما أنا بيحكوا عن لعبة جديدة نازلة، فأنا إذا ما شاركتهم بهذا الحديث وما كنت عارفان فيه فأنا أنه تماما يعني حتى لما انا بشوف مجموعه شباب او صبايا عم بيحكوا بموضوع بيصير عندي فضول انه بدي اجرب، بدي اشوف انه هن شو اللي شغلهم، هذا الجيل شو شغله باشياء مختلفه عن جيلنا. وفعلا انا وقت شفت فيديو لهي اللعبه الشعور تماما اللي حاولت احط حالي فيه نفس ما الشباب بيحطوا حالهم فيه، هي فعلا فكره انه انا شخص وحيد عم بكتشف، عم بيجيني هذا النوع من انه انا بدي فوت على هاي الغرفه بدي اشوف شو في اسلحه واخذها، اذا طلع قدامي اي شخص فانا لازم اقضي عليه لضل انا موجوده وعايشه وانا اللي اربح. ما بتخيلي هذا شو فكره الناجي نفسي. الوحيد والاول تماما انانيه يمكن، سواء كنت ضمن فريق ونصرته أو كنت لحالي وبدي أقضي على كل قدي، هذا له أثر نفسي سلبي لما أنا حأطلع من هاي اللعبة وبلش روح على حياتي سواء ببيتي ولا خارج البيت. قدي هاي لما بيكون لسه الشاب بخبرات ضعيفة، بقول شاب يعني قصدي صبية وشاب يعني فترة أول طلعتهم كمان قديش رندا في سمعنا بحوادث كان بسوريا وبلبنان بالأردن وبكل العالم، أيضا صار في حالات انتحار من وراء ألعاب إلكترونية تماماً. يعني كتير سيئة، فأكيد لازم يضل عند الأهل في نسبة من الوعي لمتابعة أطفالهم وخاصة أكيد. الشباب بهذا الشيء. تماماً. نتشكرك، مرسي إليك. شكراً لكم. يلا هلأ منزل البابج منلعب أنا وياك. يلا أوكي. شكراً لك رندا على كل المعلومات اللي عطيتينا إياها، دائماً هيك بتعطينا معلومات لطيفة وتوعوية، إن شاء الله كل المشاهدين عم يستفيدوا منها. شكراً لكم. ميرسي لك.